عند الله. فأعظم أنواع الجهاد هي جهاد الخوارج اللي النبي وضحها كده، فمن قاتلهم فله أجر 100 شهيد، النبي قالها بصراحة العروبة. نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. احمد ما مات، احمد مهكه ده جت الشهاده. ده جاي يا حبيبتي ما يركبوش حاجه.